السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه أجمعين، اللهم آمين. اليوم ويانا طريقة فورمات أو ضبط المصنع أو فك الرمز أو قراءة الرمز لهاتف نوكيا 110-2019، نوكيا الجديد لهذا العام، موديل TA-1192 كما ترون بالصورة هنا. الطريقة هي مشابهة لطريقة فك الرمز بخصوص النوكيا 105 الجديد، نوكيا 105-2019-1174. نختار من البيس 2 نوكيا NK2، نختار تبويب النوكيا SPD ونضغط على FTM Fear Test Mode، وعندنا الأزرار اللي يا إما قراءة رمز المستخدم أو إعادة ضبط المصنع. طبعا إلى الآن لا يوجد أي بوكس أو دنجل يدعم إلى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة يدعم قراءة أو تفريش هذا الجهاز، فقط قراءة رمز المستخدم أو إعادة ضبط مصنع على بوكسات الأفينجر واليو اف اس تي والإنفينيتي بي اس 2. أنا راح أرفق إن شاء الله في أسفل الفيديو رابط بتعاريف اللي تحتاجها للويندوزات 32 بت أو 64 بت. أول عملية راح نبديها طبعا نخرج البطارية نعيدها، ومن ثم قبل أن نوصل الكيبل نعمل هنا ايدنتيفاي، نقرأ بيانات الجهاز. طبعا العملية ليست ضرورية لكن كمعلومة أو أكثر، ليس أكثر. الآن والجهاز مغلق، وبعد أن نخرج البطارية وعدناها نقوم الآن بتوصيل الكيبل. تمام، تم ربط الجهاز، تم إعادة تشغيل الجهاز إلى وضع البوت، تمت عملية البوت أو الإقلاع بنجاح كما هذا نقرأه من اللوج. كما ترون قرأنا الآيميات وقرأنا فيرجن الجهاز فيرجن 23-17. الآن راح أقوم بقراءة رمز المستخدم أو إعادة ضبط المصنع. طبعا الأفضل أن أفضلها هي عملية إعادة ضبط المصنع، أو تقرأ رمز الجهاز هم ممكن. أنا راح أجرب إعادة ضبط المصنع. خلعنا البطارية، أعدناها، الآن نوصل الكيبل. طبعا أنا لم أصور الجهاز هذه المرة لأنه أنا قمت بالعملية مسبقة مع نوكيا 105 TA-1174، فلا حاجة مع هذا الجهاز. كما ترون تمت إعادة إقلاع بنجاح. تمت العملية التهيئة بنجاح. تم الأمر بنجاح. تمت إزالة الرمز وعمل إعادة ضبط مصنع للجهاز بنجاح. أهم شيء تضبط التعاريف تبع الجهاز، هذا هو المهم. لم أجد شرح للفيديو لإعادة الجهاز إلا باللغات الإنجليزية أو اللغات الهندية حسب ما أعتقد، لهذا حبيت أسوي لكم الفيديو باللغة العربية. آسف على الإطالة وأعتذر على التقصير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.